ومن ذلك أنهم يعدون سيئات أسلافهم حسنات، وهذه موجودة في الخوارج بعرف السلف الذين سماهم السلف، بلغوا الأمة أنهم كلاب النار، أنهم كلاب النار، وأنهم يمرقون من الدين ثم لا يرجعون إليه تبليغا عن الله ورسوله. هم يمدحون أسلافهم ويعدون تصرفاتهم بطولات وأنها عين الحكمة، وهذا الداء العضال الدوي يوجد اليوم في نسبة كبيرة ممن ينتسب للدعوة الحزبية والجماعات الجهادية، وهذا يؤدي ببعض أصحابه إلا من رحم الله إلى النفاق الاعتقادي والولاء للكفار في نهاية الأمر، ثم يموت والعياذ بالله على هذا قاتل لنفسه أو مغامرا متسببا في قتله أو دافعا غيره لقتله، وهذه كلها تصرفات طائشة ما تليق بأولي الألباب والنهى، ما تليق بذي حجر، ما تليق بأولي الألباب، لكن هذا من الجزاء العاجل المعجل والعقوبات لمن زاغ عن نور كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيانه وما عليه السلف الصالح، وخصوصا وهو يعلم، حتى تقربوا إلى الله تعالى بقتل أخص الأرحام، قتل الأم والأب والأخ والزوجة والولد وغير ذلك. ولذلك كانت هذه التصرفات سببا في نجاة من أنجاه الله من هذا الفكر الضال، لما أخذوا وحبسوا وتفكروا وتأملوا عرفوا أن طريقة هؤلاء طريقة شقوة وموجبة هلاك وخسران في الدنيا والآخرة، فاستيقظوا وتنبهوا وحذروا في المستقبل وحذروا.